بدأت التدريبات وبدأت تخش في الشغلانة العسكرية. أول حرب أخطها كانت 56. 56 على طول. 56 دخلنا الحرب وانتهت بأن إسرائيل خدت الأرض. لا 56. 56. إسرائيل وهم ثلاث بلاد. إسرائيل وإنجلترا وفرنسا. هم حاربونا ثلاث. ده في 56. في 67 بأنه من إسرائيل. دخلت بعد كده حرب الاستنزاف. طب وبعد كده استنزاف. كنت ايام الاستنزاف انا كنت ضابط خطه الجيش الثاني مع اللواء منعم خليل، كان قائد الجيش وانا كنت ضابط الخطط اللي بنخطط لحرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف دي استمرت 500 يوم بالظبط. حرب حقيقيه، حرب لا اهداف ولا خطط. وخطط كل شهر ننزل نعرضها على وزير الدفاع. يعني يقال ان حرب الاستنزاف هي كانت البنيه التحتيه لحرب اكتوبر. هي اللي دربت القوات المسلحه بافراعها كلها عشان تدخل حرب اكتوبر. حرب الاستنزاف. طبعا. وتحقق فيها في خلال السنوات السبع نجاح باهر. تحط في كتب. تحط في مراجع. وبتدرس. تدرس في المعاهد العسكريه. وبعدين رحنا على حرب اكتوبر. ودخلنا على حرب اكتوبر، كنت اتنقلت بقيت عقيد اركان حرب في هيئه العمليات فرع التخطيط العام اللي حط خطه حرب اكتوبر. كنت جزء من الخطه حرب اكتوبر، احنا اللي حطينا الخطه. احنا الضباط كنا 10 ضباط فرع التخطيط العام في هيئه العمليات. مين كان قائد هيئه العمليات؟ رئيس هيئه العمليات كان، شوف ذهني بقى راح فين. هنفتكر دلوقتي. مين من العشرة موجودين دلوقتي؟ العشر ضباط اللي كانوا بيخططوا مع حضرتك. والله شوف حضرتك، يمكن انا الوحيد اللي عايش فيهم. ربنا يديك الصحة. ربنا يديك الصحة. وكانت الخطة مبنية على الخداع الاستراتيجي. طبعا. ده الخداع ده جزء لوحده مستقل يعني. انما الخطة نفسها كخطة حرب احنا اللي حطينا المبادئ طبقا لقدراتنا العسكريه. يعني الناس فكرت ان احنا هنحارب ونستعيد سينا بالكامل. لا، ما كانش مخطط. احنا بالظبط بالظبط الرئيس ايامها السادات جه وقال خططوا للحرب يا اولاد ان شاء الله تاخدوا لي شبر، وحط ايده كده على الترابيزه. الشبر ده 20 سنتي، و20 سنتي يعني على الخريطه اللي قدامنا تبقى 20 كيلو، وهم دول احنا عملنا نفذنا. كان مقصوده ولا كانت صدفه؟ لا لا لا، هو كان تعبير يعني. بس خدوا لي بس ولو شبر فيها. انت كنت موجود والرئيس بيقول كده. طبعا. خدوا يا اولاد حتى لو شبر مع الخريطه. على الخريطه. الشبر ده يعني 20 كيلو، يعني خدوني ان شاء الله 20 كيلو، خدوا لي لغايه خط المضايق، خدوا لي. كان عايز يبدا يغير الواقع على الارض. بالظبط كده. من اجل الدخول في عمليه سياسيه. مش هنستنى. ما هو انا قدراتي عشان احرر سينا كلها ما كانتش تسمح. وطبعا انت عارف قيود ما بين اللي بيديني السلاح الاتحاد السوفيتي وبين امريكا اللي بتدي اسرائيل. وانا هنا موقف بقى يعني. طيب، فهو قال خدوا لي على قد قدراتكم ان شاء الله، خدوا لي ان شاء الله يعني ال 25 كيلو كده اللي في الاول. احنا فعلا دمرنا خط بريف وعدينا وخدنا حوالي 20 كيلو فعلا. الشبر اللي هو اتقال عليه فعلا يعني، وده اللي تم. ومنه بدأ ينطلق بقى إلى موضوع استخدام قوة الدولة الشاملة بقى، اللي هي السياسة والاقتصاد والعسكرية والكلام ده. ما هي دي قوة. فهو استخدم، احنا استخدمنا ثلاث قوة. الأول قوة عسكرية. ضربة البداية كانت عسكرية. قوة سياسية. ولما خلصنا بالسياسة كمان وخدنا سينا، اتبقى لنا 14 نقطة على خط الحدود عليهم مشكلة. دخلنا بالقوة القضائية. ما هي قوة برضه. خدناها بالتحكيم. يعني لما اجي اقول القوات المصريه مش شرط القوات العسكريه. لا، القوه المصريه متنوعه. قوه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وعسكريه والى اخره. قوه دوله كلها لها قوه شامله. لها قوه بنسميها القوه الشامله للدوله.